أبرز المرشحين لخلافة إسماعيل هنية في قيادة حركة حماس خالد مشعل، الذي يتمتع بتأثير كبير ويدير علاقات الحركة الدولية، ويعتبر مرشحاً قوياً نظراً لخبرته. أسامة حمدان مسؤول العلاقات الدولية، ويعرف بتقاربه مع إيران، مما قد يعزز فرصه في ظل نفوذ تيار إيران داخل الحركة. موسى أبو مرزوق، رغم دوره الأقل بروزاً، يظل مرشحاً محتملاً بفضل خبرته السابقة. زاهر جبارين قد يكون خياراً مؤقتاً، وهو شخصية بارزة في الجناح العسكري وملف الأسرى في الحركة.